اقول للناس ان احنا مش عايزين بس ندعم المنتخب واحنا ورا شاشات التلفزيون، احنا عايزين الاستاد يبقى فيه 80,000 ان شاء الله يحضروا المباريات ويسندوا المنتخب، وباذن الله نوصل لكاس العالم ان شاء الله. اولا انا سعيد بوجودي النهارده معاكم ومع الشركه المتحده ومع اتحاد الكوره في الاعلان عن ان احنا هنذيع مباريات تصفيات كاس العالم لكل الشعب المصري. يمكن اتصالات احنا بقالنا 16 سنه في السوق المصري وكان لينا ادوار كتير في المشاركه المجتمعيه في مصر، ولكن السنتين الاخرانيين احنا مركزين ازاي نقدر نبقى مشاركين مع الشعب المصري في الرياضه. يمكن رعايتنا للمنتخب الوطني من شهرين واعلنا عن الرعايه وازاي ان احنا هنبقى جزء من المنظومه وازاي ان احنا كشركه تكنولوجيا نقدر نساعد في تطوير الرياضه المصريه. هو طبعا التحديات مش هقعد اعظم فيها وكبيره هي بسيطه قوي. تقديم محتوى محترم مهني للمشاهد المصري، وفي نفس الوقت على وعد بان مش هتكون دي نهايه الحقوق. احنا لسه زي ما ذكروا في المؤتمر الصحفي، دوري الابطال، الدوري الافريقي اللي كان شغال اللي شارك فيه النادي الاهلي احنا خدناه، واعتقد ان احنا كنا على قدم المساواه وكنا قدمنا محتوى محترم حاز على اعجاب المشاهد المصري، لان انا يعني الناس اتفرجوا علينا في المغرب وتونس والجزائر، الأشقاء كلهم كانوا بيتفرجوا على أونو وبيتابعوها يعني.